إن شاء الله هذا راح يكمل في نهاية السنة الحالية. متابعي شبكة 964، اليوم راح ناخذكم بجولة في منطقة حوش البيعة. هذه المنطقة تعتبر من أعرق المناطق الموجودة بالموصل، تضم 4 كنائس حاليا تقوم اليونسكو بإعمارها. طبعا موقع حوش البيعة هو في سوق الشعارين أو شارع الشعارين، هذا هو شارع الشعارين، وهذا هو موقع الكنيسة أو مجمع كنائس الطاهرة. هذه هي كنيسة الطاهرة المعروفة التي بنيت في عام 1859. هذه هي كنيسة الأرمن، ثاني الكنائس الموجودة في هذه المنطقة، وكنيسة سريان. بعد هذا الكرفان تشوفوه أمامكم يوجد كنيسة رابعة تسمى الكنيسة القديمة. يساعدنا فريق من دولة إيطاليا، فريق مختص بمعالجة الأضرار في أحجار الفرش ورفع الأصباغ منها، كذلك بمعاونة فريق وتدريب فريق عراقي من كلية الفنون الجميلة، يعملون على هذا الجانب أيضا. وصلنا لمرحلة إنجاز ما يقارب 85%. حاليا احنا بدينا على عدة مراحل. المرحلة الأولى ضمن إعادة الإعمار كان بناء الأعمدة وإعادة تشكيل هذه الأعمدة المكونة من حجر الفرش، وكذلك بناء الأقواس وبناء العقادات فوقها، وكذلك بناء الأفاريز والزخارف الموجودة فيها، طبعا باستخدام المواد الحجر القديمة الأصلية، وكذلك استخدام تعويض الأجزاء المفقودة بحجر فرش من المطابق للشكل القديم. هسه راح ندخل الى مكان يسمى بحوش الكنيسه. هذا هو حوش الكنيسه، وبمعنى هو فناء الكنيسه، يوجد بها المقبره. هذه هي المقبره، هنا توجد المكتبه الخاصه بالكنيسه. هذا المكان هو الذي كان متواجد به البابا عند زيارته الموصل في اذار عام 2021.